الصوت من هذه الجهة. بس انتبهي تضربي، قد يطلع واحد من جماعتنا. وإذا طلع حد من جماعتنا يستاهل. من؟ مين أنتي؟ أنتي اللي من؟ خوفتيني. أنتي اللي خوفتينا تمشي زي السرق. منين جيتي؟ جيت من هناك من بعيد. عمري ما مشيت وتعبت مثل هذا اليوم. كلنا تعبنا وعاد احنا ما ارتحناش طلعتي لحنا. انتي رجلي بيوجعني من التعب. يعني انتي مش من اهل القريه هذا؟ لا. طيب شفتي حد من سكر القريه في طريقك؟ لقيت واحده صاحبه بقاله دلتني على الطريق، ورعية غنم سقتني ما وانتو. طيب وانت ايش جابك يا اختي لهذه القريه؟ ادور على ابني، ما انا داريه وينه، بين ادور عليه من مكان لمكان. ومن قال لك انه هنا؟ احساسي قال لي، واحساس الام عمره ما يكذب. صدقتي احساسك وجيتي للقريه هذه منك صدق؟ ما عاد فيش معي عقل، من يوم ما خرج ابني ما رجع للبيت. كم لها ابنك غايب؟ له سنه، ما انا داريه وينه. بلغت الشرطه؟ ما قصروا، دوروا عليه بس ما لقيوه. الله يرد لك بالسلامه يا رب. طيب انتم ما شفتوها انا عندكم في القريه؟ هذه مش قريتنا، دخلنا لها مغصوبين، بنرتاح بس للصباح ونمشي. كيف مغصوبين؟ تعطل الباص والطريق مقطوعه، لقينا انفسنا نحن داخله. خيره الله. يلا ادخلوا يا جماعه نرتاح للصبح، تعبنا برد وسفر وسهر. وانا فين اروح؟ عادي خذي غرفتي وانا ادور لي مكان ثاني. سلام يا أخي.